السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم زيانة؟ أحوالكم طيبة؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. في الفيديو غادي نشوفوا مع بعضياتنا مجموعة وصفات أو لا اقتراحات اللي هي متنوعة لأسبوع كامل ما بين الغداء وما بين العشاء، اختيارات اللي هي في متناول الجميع، والأهم أنها اقتصادية وسريعة التحضير. كتجمع ما بين طويجنات، ما بين وجبات اللي هي سريعة. خليكم معايا اخواتاتي من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم، الله يجازيكم بخير، من باب التشجيع والتحفيز ولكم الاجر كيف كنقول دائما. ومرحبا بالاخوات اللي انضموا جداد للقناه، مرحبا والف مرحبا، وشكرا لاخواتاتي اللي مسانديني منذ بدايه القناه، كنقول لكم شكرا لكم، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم. نتوكلوا على بركه الله ونقولوا بسم الله، ونشوفوا مع بعضياتنا اول اقتراح او لا، اول وجبه اللي غادي تكون وجبه زوينه بزاف ودير هاد الوقيته، يعني الموسم ديالها هو هذا. غادي نتقاسمها معكم اللي هي الملوخيه بسلاوي، يعني واحد الاقتراح اللي زوين بزاف، مريقه ملبيه غزاله. يعني غادي نشوفوا مع بعضياتنا النصائح باش هكا المريقه ديالنا تجي خاتره وملبيه. نبداو بها ان شاء الله الوصفه الاولى او الوجبه الاولى. عندي هنا طريفات ديال اللحم، كل واحد وكيدير القياس ديالو. غادي نقطع عليها واحد البصله اللي كتكون هكايا كيف كتشوفوا معايا، الحجم ديالها اللي كبير تبعت الحال على حساب القياس اللي عندكم نتوما ديال هاد النصبه ديال الغديوه ديالكم. بالنسبه للبصيله قطعتها بالسكين كيف كتشوفوا، يعني ماشي محكوكه، مقطعه طريفات صغيورين. غادي نضيف معاها نضريسات ديال الثومه. انا هنايا الثومه كنحكها بالقشره ديالها، وكتبقى لي القشره في اليد ديالي، بغيتو اولا فوق من الحكاكه، بغيتو تحيدوا القشره ممكن انكم تحيدوها. دائما هذه الطريقه كتجيني سهله، غير كنشل الثومه اولا ضريسات ديال الثومه وكنحكهم في الحكاكه الرقيقه. ودابا الملوخيه والسلاوي راهم موجودين في السوق، يعني الاخوات اللي ما كيصايبوش هذا الاقتراح اولا ما كيزعموش عليه غير جربوها، كتجي لذيذه. غادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه، يعني القياس اللي غادي يملح لينا الغديوه ديالنا. غادي نضيف الابزار، الخرقوم وسكنجبير، معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم اولا الكركم. وغادي نضيف خليط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، يعني تقريبا واحد كاس لارب. هنا الحجم ديال الكاس راه متوسط صافي. غادي ندير الطنجره ديالي اولا الكوكوط فوق النار، وقبل غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الماء باش هكا ما تحرقش ليا هاد العطريه مع البصيله، يعني غادي ندير واحد نصبه عاديه. غادي ندوز باش نقطع شويه ديال الربيع، يعني القزبر ومعدنوس ويكونوا طريين الا كان يكون احسن. هادي غديوة بلدية، يعني ما فيها بس اننا نديرو الربيع ديالنا او القزبر ومعدنوس يكون طري، لان كتبغي شويه ديال القزبر ومعدنوس وغالي، وكتبغي نغلبو القزبر على المعدنوس. صافي غادي نخليهم على جنب، وغادي نجيب القريعه. هنايا عندي القرعه ديال السلاوي هي هادي، وعندي الملوخيه. انا الملوخيه عندي هاد النوع هذا اللي كيكون في، يعني هكايا في هاد الشريط، وممكن تاخذوا ديال العبار. هذه الملوخيه الصحراويه، يعني حتى ديال العبار راه زوينه. انا هذه هي اللي لقيت خدمت بها، وان شاء الله نتقاسم معكم الملوخيه بلا الحيمه، يعني غير هكايا يعني في طويجين ان شاء الله. الا بغيتوها خليو ليا ان شاء الله في التعاليق، ونتقسمها معكم طويجين بلا لحم، يعني غادي نصبوه وكتجي ملبيه مدغمره غزاله. سلاوي كنجرها بهذه الطريقه، يعني كنقلب الظهر ديال السكين وكنجروها. حاولوا تاخذوا الحبات ديال السلاوي يكونوا صغيورين باش ما تكونش فيهم هذيك البضعه الدخلانيه ديالها اولا ديك البابه اللي كتكون في الوسط، كتكون بحال بونجا، تكونوا فهمتوني. خدوها الحجم ديالها اللي كيكون صغير، وما كتكونش في هذيك الزريعه. الا كانت عندكم فيها هذيك
انا سميتها بونجا. حاولوا تنقصوا منها وغادي تقطعوها على هذا الشكل. هذا هنا حتى بالنسبه للاخوات يعني المبتدئات، انا كنوريكم كيفاش كنقطعوا اولا كيفاش كننقي السلاوي. غادي نكمل بهذا الشكل، ودائما كل ما كانت الخضره طريه كل ما كتكون لذيذه حتى في المذاق ديالها. بالنسبه للسلاوي الكبير بعض المرات كنخليه، الا لقيت شي حبه كنخليها للكسكسو، ما كنديروهاش في المريقه. هنايا عندي واحد الاناء اولا واحد البانيو دايره فيه الماء، وحاطه فيه هاد القطع كندوز باش كنجر اولا كنقي الملوخيه. بالنسبه للملوخيه كتعرفوا كيكونوا فيها واحد الشويكات رقيقين وقين، كنحاول انني نجرها. غادي نعاود نبين لكم مره وجوج باش هكا كنجرها، ولكن راه يدي خفيفه عليها. هنا راه غير كنزربوا الفيديو يعني باش يجيكم ميجيش طويل، ولكن الطريقه ردوا البال. كنحاول انني نحيد من هذوك الشويكات بالظهر ديال السكين. وبالنسبه لديك الطربيشه اللي كتكون فيها الفوق راه ما كنحسكهاش كامله، كنحيدو غير داك الطيب اللي كيكون الفوق. غادي نبين لكم مره اخرى لان كتكون فيها الزريعه ودوك الخويطات اللي كيكونوا فيها واللي كيميزوا لينا هاد الملوخيه. يعني ما خصناش نضربوا ليها داك الطربوش اولا نحيدو داك الطربوش كامل، لان غطلق كاع داكشي اللي كيكون فيها لداخل. نتمنىكم تكونوا فهمتوني، وخصوصا عفوا المبتدئات. اما تبارك الله الاخوات ما شاء الله عليهم راه كلشي كيعرف ينقي الملوخيه او السلاوي، لكن كيكونوا مبتدئات انا هنا كنبينها لكم. يعني كنحيد لها داك الشعيرات الرقيقين وكنبقى غاده مع الجنيبات ديال دوك الطريبيشه وما كنحيدهاش كامله. صافي غادي نشلل لهم واحد الشليله خفيفه وما كنديرش ليها الماء باش هكا ما تبقاش تطلق داك المكونات في الماء. كنرجع للطنجره ديالي انايا هنايا كنشحرها، كنرجع للطنجره ديالي اولا الكوكوت، وكنحاول انني نقلي مزيان هاد اللحيمات خاصهم يتقلاو مزيان باش هكا كيف قلت كتجينا المريقه معلكه وزوينه. غادي نضيف شويه ديال الربيع اول مرحله، وغادي نخلي واحد شويه لان مازال غادي نحتاجوه. ضروري ديروا داك 4 كاس ديال الماء باش ما كتحرقش لكم العطريه. وغادي نجيب واحد الحبه ديال المطيشه. بالنسبه لهاد يعني سلاوي مع الملوخيه كتبغي مطيشه، مطيشه اللي قشرتها ما كنحيدش ليها الزريعه ديالها، كنقطعها مباشره مكعبات على هاد الشكل. غير تبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش هكا يعني وما تسرعوش الفيديو باش هكا تجيكم المريقه ديالكم زوينه وطريقه زوينه لتحضير هاد الوجبه هذه. صافي هنايا غادي نمرق بالقياس الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم بعد ما كتشرب بطبيعه الحال، وغادي نسد الكوكوط باش هكا اللحيمه يدخلها طياب. ضروري كنسدو على اللحيمه باش كطيب في الاول، ومن بعد غادي نحل عليها وعاد يعني في النص ديال اولا ملي كتقرب عفوا طيب لينا الحيمه. عارف السلاوي السلاوي عفوا حتى هي راه ما كتاخذش لينا واحد الوقت طويل في الطياب، راه كطيب بسرعه. صافي ضفت هنايا سلاوي وغادي نسد عليها ونخليها يعني طيب، لان الملوخيه كطيب في واحد الوقت اللي قصير تقريبا واحد 10 دقائق كتكون طايبه الملوخيه، ما كتاخذش منا وقت اللي هو يا كبير. صافي غادي نحل عليها، انا هنا كنسرعوا كيف قلت المراحل. صافي غادي نضيف الملوخيه، صدقوني كتجي لذيذه هاد الغديوه هادي اولا هاد الوجبه هادي. وكيف قلت اي حاجه موسميه خدوها في وقتها. ضفت حبه ثانيه ديال المطيشه اللي قطعتها بهذا الشكل، هي كتبغي المطيشه باش المريقه ما تجيناش ميها. غادي نرش ما تبقى ديال الربيع يعني خليط ما بين قزبر ومعدنوس اللي تبقى ليا. غادي نضيف واحد المزيودات ديال الفلفل الحار بطبيعه الحال كيبقاو اختياري اللي كيبغي الحار، انا كنبغي الحار. وضفت اولا عفوا رشيت شويه ديال الملحه، غادي نرشو شويه ديال الابزار
كنقادو الذوق يعني، باش راكم عارفين في هذه المرحله صافي كنذوقو. غادي نسد عليها 10 دقائق وغادي نحل، كنخليوها حتى كتشرب مزيان. ملي كنحلو كنخليوها حتى كتشرب، وهالغديوه ديالنا واجده ملبيه. كنأكد على انها نخليوها تشرب يعني، ما نخليوهاش ميها. وهاد المزيج ما بين السلاوي والملوخيه، كتعرفوا ان السلاوي كتكون شويه ميها والملوخيه كتطلق داك ديك الماده اللزجه اللي كتكون فيها، مشات لي السميه. المهم كيتواتاو مع بعضياتهم مزيان، كتجينا مريقه اللي هي خاتره. وكيف قلت كتبغي شويه ديال المطيشه والربيع، كنبغيو نحلقوا عليها. الغديوه ديالنا ها هي واجده، رافقتها مع زويتينات ومزيودات ديال الفلفله الحاره وشويه ديال الديسير. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. اقتراح ديال الغداء ديالنا، ممكن أنكم تزيدوا معاه شليضات. هذه هي الغديوة ديالنا ديال النهار الأول، وغادي ندوز نشوفوا مع بعضياتنا. يعني نهار عندنا الحيمة، نهار الثاني عندنا شوية ديال القطنية. اختاريت لكم اللوبيا، اللوبيا بهذه الطريقة تاني كتجي زوينة بزاف. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البصل اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه، واللوبيا عندي يعني مرطبينها ليله قبل، ضروري اللوبيا نكونوا رطبناها من قبل. هنا عندي الثومه شويه بزايد، ومني كنبغيو نضيفوا شي اقتراح اللي كتكون فيه الثومه بزايد، من الاحسن اننا نحكوها غليظه، يا اما كنقطعوها غير بالسكين يا اما كنحكوها في الحكاكه الغليظه. هنا راه درت يعني تقريبا واحد 4 ديال الضريسات، غير كنختصر يعني 4 ديال الضريسات باش هكا تكون زوينه. ضفت الملحه، ضفت خليط ما بين زيت النباتيه وزيت الزيتون، وغادي نديها عفوا فوق البوطه باش غادي تقلى. هذه هي اللوبيا اللي عندي، كيف قلت راني مرطباها من قبل ليله قبل، وكنغسلوها مزيان وكنخليوها تسقطر. البصيله ديالنا بعد ما تشحرات هي والثومه، هانتوما كتشوفوا حتى كتنزل، غادي نضيف ليها يا اما جوج مطيشات اللي كيكونوا محكوكين كتكون طايبه مزيان، يا اما عندكم طماطم يعني تحضير مسبق كتكونوا مطيبينها ومحتفظين بها في المجمد كتجبدوها. انا عندي هنايا مطيشه اللي كانت مطيبه من قبل. هنايا تشحرات هاد البصله مع مطيشه او نزلو، غادي نضيف لهم شويه ديال الربيع، وحتى هو كيكون طري يعني ما كيكونش من المجمد هكا الا بغينا يعني الطياب ديالنا يكون لذيذ. غادي نضيف التوابل، عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، عندي شويه ديال التحميره، عندي شويه ديال القزبر يابوس، عندي شويه ديال الكمون، وعندي طماطم مركزه. ما تنساوش ديك الطريقه كيف قلت ديال القزبر يابس مع الكمون والبزار والخرقوم والسكينجبير. صافي كنخلط الكل مزيان على هذا الشكل، وكنخلي ديك العطريه حتى هي كتشحر. وبالنسبه للكميه ديال العطريه راه كتبقى على حساب القياس نتوما اللي درتو ديال اللوبيا. غادي نضيف مباشره اللوبيا، وغادي نمرق بالقياس الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه. في الاول ما تكتروش الملح بزاف باش هكا ما تعنززش لكم كيف كنقولوا، اولا باش ما تقصحش لكم اللوبيا. غير واحد شويه حتى النص ديال الطياب غادي نتحلو، وتزيدوا القياس ديالكم ديال الملح. غديوتنا هاد النهار ما فيهاش الحيمه. غادي ندوز نوجد سلطه المرافقه لهاد الاقتراح ديال الغداء اللي عندي فيه البربه اللي مسلوقه من قبل، كنسلقها بالقشره ديالها، وبطبيعه الحال كنردوا البال ان يعني البربه ما نفوتوش الطياب فيها او السلق فيها، ما نكتروش ليها الطياب، ما نسلقوهاش زعما حتى كتهرى. الطريقه باش غادي نوجدوا اليوم هاد السلطه ديال البربه كتعجبني بزاف، ممكن تكون عندي كوجبه ديال الغداء انا شخصيا اولا ديال العشاء بوحديتها. يعني هاد الاقتراح ديال هاد السلطه ديال البربه انا كتعجبني كيف قلت لكم بزاف بزاف، وكتجي لذيذه. عندي واحد الكميه ديال الكروفيت اللي سلقته، تقريبا واحد 200 غرام ديال الكروفيت سلقته بالقشره ديالو، وضفته شويه ديال الربيع اللي هو خليط ما بين قزبر ومعدنوس. المعدنوس كنغلبوه شويه، وكنضيف الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، وعفوا الملحه ديال الابزار، وشويه ديال الحامض اولا الخل، ومعلقه ديال المايونيز. وها هي السلطه ديالنا واجده. غادي
ندوزو نشوفو عصير اكسبريس، يعني كيوجد في ساعته وته هو ساهل، وبحبة واحدة ديال التفاح. الموسم ديال التفاح هو هذا، يعني موجود في الاسواق دابا. هنا عندي تفاح الحجم ديالو كبير، غادي نديرو بالقشرة ديالو، يعني تفاحة حمراء بالقشرة ديالها، قطعتها مكعبات اللي هما على هذا الشكل اولا مربعات. غادي نديرهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. انا غادي هنايا غادي نطحن في هذا الكاس اللي غادي نقدم فيه العصير، اولا يعني ممكن نطحنوها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. عندي حبات ديال الفريز اولا ديال الفراوله كانوا عندي في المجمد، وهنا ما تبقى من مركز البرتقال اللي تبقى ليا، يعني ما شاء الله دا ليا الخير والبركه. مركز ديال البرتقال، كيف ما يمكن لكم ديروا مركز ديال الحامض، ولا ما عندكمش ممكن تاخذوا حبه واحده ديال الحامض تحيدوا ليها العظيمه ديالها، القشره الصفراء كتحكوها حتى هي في العصير، يعني حبه واحده ديال التفاح مع حبه واحده ديال الحامض راه كتخرج لكم واحد العصير لاقتصادي وكيخرج كميه كبيره. المهم نقضيو باللي كان، انا هادو هما اللي كانوا متوفر ليا، وجدت بهم عصير اللي جا لذيذ بزاف. كنطحن الكل في الاول، كندير واحد الكميه قليله ديال الماء باش كيطحنوا ليا مزيان بهذا البراميكسور، وهالعصير ديالنا واجد، حبه واحده ديال التفاح وشويه ديال الفريز، ممكن ديروا حبه ديال الخوخ الا كاين دابا الوقيته ديالو تهوى اولا شهديه. وهنا السلطه ديالنا واجده اللي كيكون فيها الخرقوم، يعني الباربا مع الكروفيت مع معلقه ديال المايونيز، طريقه ديال الملحه وشويه ديال الابزار والخل، شويه ديال المعدنوس طري، وها السلطه ديالنا واجده. كيف قلت لكم هذه بالنسبه ليا كتكون وجبه كناكد عليها. صافي الغديوه ديالي ها هي قريبه توجد. اللوبيا صافي راها طابت، كنحل ملي كنلقى ناقصها مليحه كنزيدها مليحه، كنرمي فيها مزيوده ديال الفلفله حاره، وممكن نديرو ندوي ورق ديال الحامض حتى هي كتواتى بزاف مع اللوبيا، ممكن انكم ديروا واحد الشريحه ديال الحامض. وهذا هو العصير ديالنا، وهنا غادي نقدمها مع مزيودات ديال الفلفله حاره اللي رقدنا مع بعضياتنا، يعني اسبوع ما كاملش كتكون واجده فيه هاد الفلفله المرقده من السماء بزويته بلديه، كتجي لذيذه. تقاسمت معكم عفوا جوج ديال الاقتراحات اولا جوج ديال الوصفات لترقاد الفلفله الحاره في واحد الوقت اللي هو قصير اسبوع، كتكون واجده عندكم هاد الفلفله هذه. وبطبيعه الحال كل ما بقات كل ما كتزيد توجد وكتطيب وكتجي لذيذه. وهذا هو الاقتراح ديالنا ديال وجبه غداء اللي كيجي لذيذ بزاف. بطبيعة الحال ممكن انكم يعني تضيفوا الحوت او لا قطع ديال الدجاج مشرملين، كل واحد وكيبقى له الاختيار. انا كنعطيكم افكار وانتم كيبقى لكم الاختيار. كيف قلت غادي ندوزو نشوفوا مع بعضياتنا الاقتراح ديال اليوم الثالث. هذا اليوم الثاني نشوفوا مع بعضياتنا الاقتراح ديال اليوم الثالث اللي غادي يكون كويرات ديال السردين او لا الكفته ديال السردين على شكل كيف غادي نسميها، يعني بحال قريصات ديال الكفته ديال السردين، وصدقوني كيجيو ولدادين ما تشبعوش منهم. عندي هنايا كميه ديال السردين، ومن الاحسن تكون يعني سردين يكون غليظ، كنحيد له القشره ديالو وكنغسلو وكنخليه حتى كيتسقطر، كنطحنو على هذا الشكل. ممكن ندوزوه في الطحانه ديال اليد، ودائما السردين ما طحنوش بزاف حتى تفوتوا منه، يعني يبقاو في هذوك الفتيتات يكون احسن. عندي واحد الحبه ديال البطاطا اللي حكيتها الحكاكه الرقيقه، وغادي نصفي منها هاد الماء اللي كيكون فيها. راه اللي دق عندكم هاد الكفته هذه ديال السردين ما غاديش يصدق بانها ديال السردين. غادي نديرها في هاد الزليفة، حيت منها هاد الماء اللي كيكون فيها، والكفته ديالنا عفوا ديال السردين، ودائما كنأكد على انه يكون جديد. كل ما كان السردين جديد كل ما
النتيجة ديالو كتكون زوينة، والمذاق بطبيعة الحال لا يعلى عليه. ضفت ليه هذيك الحبة ديال البطاطا، الحجم ديالها متوسط، وعندي حبة واحدة ديال البصل حتى هي اللي حكيتها وكنسقطرها. غادي نضيف ضريسات ديال الثومة اللي محكوكين في الحكاكة الرقيقة على هذا الشكل، يعني اقتراح اللي تغيروا به في وسط الاسبوع. غادي نضيف عصير ديال الحامض، والتوابل عندي الكمون، التحميره او البابريكا. دائما التحميره بالنسبه ليا كندير يعني الفلفله الحمراء اللي كنطحنوها عند العطار، كنجيبها وكنحيد لها ديك الرويصه اللي فيها، كنمسحها وكنطحنها. عندنا شويه ديال الخرقوم، عندنا القزبر يابس، عندنا شويه ديال الملحه، وعندي السودانيه او الشطه، شويه ديال الابزار. الى توفرت لكم توابل السمك ضيفوها، بطبيعه الحال اللي كتصايبوا على يديكم. وغادي نضيفوا الملح والربيع، صافي. وغادي نعجن هادشي كله مزيان حتى غادي نحصل على واحد العجينه او الكفته ديال السردين بمذاق جد مميز، فيه ديك البطيطه والبصله كتعطيها ديك الهشاشه، وكتعطينا واحد الكميه ما شاء الله، يعني كتزيد تكتر كيف كنقولوا. ضفت شويه ديال الربيع وتذوقوا بطبيعه الحال، الا باقي خاصكم شي حاجه في التوابل ضيفوها. هانتوما ما كتلصق ما كتعجن ما والو، كنشكل منها قريصات. طبيعة الحال كل واحد ويدير القياس ديالو، ممكن نديرو كمية أقل، كنشكل منها خبيزات. في الأول بغيت يعني مشات لي ديك الكلمة ديال الخبيزات ديال أو لا قريصات، عفوا ديال الكفتة، قريصات ديال الكفتة ديال السردين، يعني ماشي كويرات. هذه ممكن أنكم ديروها للوليدات ديالكم، يعني في كساندويتشات أو لا يعني هكا يديوها معاهم المدرسة وسط الأسبوع. اقتراح اللي تغيروا به، حتى كنساليها كاملة. وغادي ندوز باش غادي نقليها واحد شوية ديال الزيت نباتية في مقلاة، غادي نوضعها فوق النار حتى كتسخن. وغادي نبدا نحط هاد الخبيزات هادو أو لا هاد القريصات. انا كنقول لهم خبيزات، ما عرفتش علاش كنقول لهم خبيزات، لانها كتبات مع خبيز، نديروها في خبيز مع شويه ديال يعني شليضه، ما نقولش لكم كتجي لذيذه، خصوصا ملي كتكون باقا سخونه. عندي هنايا طبسيل فيه ورق النشاف، يعني كنديروها فوق البوطه حتى كتحمر من الجهات بجوج. رافقوها بسلطه تكون من الاختيار ديالكم، يعني سلطة اللي تكون متنوعة. اللي بقى ما جربت هذا الاقتراح هذا او هذه الفكرة هذه باش نصيبوا الوليدات ديالنا او باش نعطي الوليدات ديالنا السردين، يعني بزاف ما كيبغيوش هذه الطريقة، كونوا متأكدين انهم غادي ياكلوها، تجي لذيذة، خصوصا لحيتوا ليها الشوك مزيان، تحيدوا لها دوك الشويكات اللي كيكونوا في الجوانب. وبطبيعة الحال القشرة ديال السردين اللي بغيتوا تحيدوها حيدوها، بغيتوا تخليوها ممكن تخليوها، غير هي كتجي ملي كنحيدوا القشره ما كيبقاش اللون ديالو غامق. كنبقى غاده بنفس الطريقه حتى غدا نسالي هاد الكميه اللي عندي. وهذا هو الاقتراح ديالنا ديال هاد الوصفه هذه، كيف قلت رافقوها باي اقتراح ديال السلطه من الاختيار ديالكم. كتجي زوينه بزاف. وندوزو نشوفو مع بعضياتنا الاقتراح الموالي. شوفوا معايا كيفاش كتجي، لا اللون ديالها كيجي محمر غزاله كيف قلت لكم، غير ديال واحد ساندويتش مع سلطه. وندوزو نشوفو مع بعضياتنا اقتراح اخر، حتى هويا طويجين ديال كويرات ديال السردين بالخضر، وغادي نرافقوه ان شاء الله بسلطه، يعني اقتراح اللي هو زوين بزاف. هكا نعطيكم افكار باش توظفوا حتى السردين. غادي نرافقو بسلطة ديال الجزر اللي كتجي لذيذة لذيذة، مزيج ما بين حلو وملح.
هنايا عندي الطاجين درته فوق البوطه حتى كيسخن. بطبيعه الحال كنكون مفرشين له هذيك الحديده اللي كتكون فيه اولا اللي كنطيبو فوق منها الطويجين. وضعت شويه ديال المطيشه اللي عندي مطحونه من قبل، ممكن انكم تحكوا واحد جوج مطيشات مباشره. غادي نضيفوا اوريقات ديال سيدنا موسى اولا ديال الرند وزويته نباتيه شويه ديال الملحه، وكتخليو هاد المطيشه حتى كتلبى اولا كطيب يعني هكا باش ما تكونش ميها. غادي ندوز باش نوجدو شرموله اللي غادي نحتاجو لهاد الفويرات ديال السردين. غادي نضيف الربيع، خليط ما بين قزبر معدنوس، ضريسات ديال الثومه. وبالنسبه للعطريه عندي التحميره، عندي الكمون، عندي الخرقوم، عندي سكنجبير، عندي السودانيه، يعني العطريه العاديه ديال الشرموله. غادي نضيف الحامض او عصير ديال الحامض وكنطحنها مع الزيت نباتيه. غادي نطحن هاد الشرموله كامله في الهشواغ لان غادي نحتاجوها نوضعوا منها الكويرات ديال الكفته او العجينه ديال الكفته. غادي نحتاجوها للصلصه اللي غادي نطيبوا فيها او البطيطه اللي غادي نرافقوا بها هاد الطاجين. هاد الصلصه ديالي كتكون واجده. وغادي ناخد عاود هنايا السردين اللي كيكون مغسول مزيان ومحيدين له دوك الشويكات اللي كنأكد عليهم. دوك الشويكات اللي كيكونوا في الجنب راهم كيخسروا لينا الكويرات ديال السردين او السردين بصفه عامه. ضفت ضريسات ديال الثومه مع الربيع وطحنتهم مزيان حتى غادي نحصل على عجينه. ودائما كنأكد على اننا من يعني ما نطحنوهاش حتى تولي رطبه او ملسه، يكونوا فيها دوك الفتيتات ديال القطع ديال الهبره السردين. صافي ها هي عندي واجده. غادي نضيف عليها تقريبا واحد 4 كاس او نص كاس ديال الروز اللي كيكون مسلوق من قبل، وضفت كميه ديال الشرموله اللي وجدنا. ودائما كنصحوا الذوق وكنقادوا يعني شي حاجه الا كانت باينه لينا خاصها شويه ديال البابريكا او ديال التحميره او السودانيه ولا مليحه، يعني صافي كنخليها تشرب. كنخلي ديك الكفته ضروري الى عندكم وقيته خليوها تشرب. وغادي نجي هنايا نستف شرائح ديال البطاطا اللي قطعتها رقيقه بزاف، وخديت شويه من ديك الشرموله اللي طحنا سقيت بها هاد البطيطه وكنخليها كطيب. كيدخلها شويه طياب، راكم عارفين ان هاد الكويره ديال الكفته كيطيبوا في واحد الوقت اللي هو قصير، ما كياخذوش منا وقت اللي كبير. والنار دائما كتكون مهيله باش البطاطا تطيب لينا في الطويجين ديالنا. كنشكل كويرات ديال هاد الكفته يعني بالنسبه لهاد الاقتراحات ممكن انكم تغيروا بهم. صافي كنشكل الكميه اللي عندي كامله ديال الكويرات، وكتجي لذيذه بهاد الشرموله هذه اللي كنطحنوا يعني العطريه مع الربيع مع بعضياتهم. صافي كنستف هاد الكويرات مباشره فوق من ديك البطيطه. غادي نضيفوا شويه ديال الشرموله اللي تبقات لينا، كنضيف فيها واحد شويه ديال الماء، غير واحد شويه. راكم عارفين ان الكفته ديال اولا الكوار ديال السردين راه كيطلقوا الماء، يعني ما كيف كنقولوا ما تبالغوش. زينتها بشويه ديال الفلفله، وهنا دوائر ديال اولا دويبره ديال الحامض، وكنرش ليها الملحه من الفوق. راكم عارفين الحامض كيجي مر الا ما ضفناش ليه الملحه. غادي نغطي على الطاجين ديالي وغادي ندوز نوجد واحد زعلوك اللي هو اكسبريس اللي ما كنستغناش عليه. هذه الطريقه ديالي اللي عندي معتمده وتقاسمتها معكم بزاف ديال المرات. كناخذ الدنجال كنوضعوه في طنجره ديال الضغط، غادي نضيف ليه شويه ديال الفلفله حلوه، ضفت ليه طريفات ديال المطيشه، وضفنا الربيع، الثومه، زويته. كنضيف كل شيء مع بعضياته، يعني هذه الطريقه سهله. في اخر مرحله غادي نتوجدوا الزعلوك ديال الدنجال. وضفت التوابل اللي عندي فيها التحميره، عندي الخرقوم، شويه ديال الكمون، وعندي القزبر يابس، وضفت شويه ديال الابزار. صافي غادي نخلط الكل. 4 كاس ديال الماء فقط، 4 كاس ديال الماء لان الدنجال مع مطيشه غادي يطلق لينا الماء. صافي غادي نسد الطنجره ديالي وكنخليها حتى يعني كيطيب واحد 10 دقائق. كنحل عليها وكنبقى ندي ونجيب في هاد الزعلوك او لهاد الدنجال يعني قبل ما كيولي زعلوك.
غادي ندوزو نوجدو مع بعضياتنا هاد السلطة ديال الجزر اللي كتجي زوينة بزاف، صدقوني كتجي لذيذة لذيذة. وحتى هي الا كان عندكم شوية ديال الوقت بزايد وجدوها من قبل، لان كل ما درنا هاد الخلطة اللي غادي نضيفو لهاد الجزر وخليناها فيها كيطلق داك الماء اللي كيكون فيه وكيجي زوين. حكيت الجزر بالحكاكة الغليظة اللي كنقولو ديال المطيشة او لا عفوا ديال البصلة، وهنا عندي الحامض، يعني كيجي فيها مزيج ما بين الحامض وما بين السكر، غادي نضيف لها السكر وغادي نضيف الحامض، العصير ديال الحامض، وغادي نضيف السكر، واحد المعلقه ديال سنيده، كنخلطهم مع بعضياتهم صافي، وكنسقي بهم هذا الخيزو او هذا الجزر وغادي نخليوه. هذه غادي تكون ان شاء الله مرافقه حتى هي يا الطويجين ديالنا. صافي الزعلوك ديالي بعد ما طاب او الدنجال ها هو ياك، غادي نقدموه بهذا الشكل طبيصلات. والسلطه ديالنا او السلطه البارده اللي ديال الخيزو ها هي واجده، والطويجين حتى هويا يكون واجد، كيجي شهوه منه. رشيت شويه ديال المعدنوس مزيوده ديال الفلفله حاره فوق من الدنجال، كيف كنقول دائما اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. دوسوا نشوفوا مع بعضياتنا اقتراح اكسبريس يكون حاضر للعشاء ان شاء الله، مقرونيه اللي كطيب بلا سلق، يعني كطيب في الطنجره او لا في المقيله او لا فاش ما طيبتوها ما غنسلقوش كاع هاد كي كنقولوا هاد لي بات او لا هاد المقرونه. غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نحك فيها واحد البصيله، الحجم ديالها كيكون متوسط، غادي نضيف لها شويه ديال زيت نباتيه، غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، وغادي نديرها فوق البوطه، يدينا يد التحرك باش غادي تنزل لنا هاد البصيله. هذه وجدوها لاخر مرحله، اقتراحات هاد اللي تبقاو لينا غادي يكونوا ان شاء الله العشاء. ضفت وريقه ديال سيدنا موسى اولا ديال الران، وغادي نضيف صلصه طماطم اولا مطيشه تحضير مسبق، اولا ممكن تحكوا واحد جوج مطيشات اللي كيكونوا طايبين بزاف، ولكن الا كانت عندنا مطيشه مطيبينها على يدينا في البيت معها الفلفله الحمراء الحلوه بطبيعه الحال كتعطينا اللون وكتغنينا على مركز الطماطم وكتعطي مذاق زوين. ان شاء الله نتقاسم معكم معجون الفلفل الحلو حتى هو اللي كيعطي لذة للاطباق ديالنا. ضفت زيت البلديه وكنخلي الكل يتقلى مزيان، غادي نضيفو العطريه، عندي التحميره، عندي الخرقوم، وعندنا الابزار، نرص معلقه ديال الابزار ما نكتروش، شويه ديال السكنجبير، كنشحر الكل مزيان اولا كنخلط الكل مزيان. صافي غادي نضيف شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، ممكن تكون مع حتى ضريسات ديال الثومه، يعني الا كنا دقيناهم مع بعضياتهم ماشي مشكل. وغادي نمرق هاد يعني هاد الاناء هذا اللي غادي نطيب فيه، ممكن تكون كيف قلت طنجره او لا، انا هادي لانني غادي نقدم فيها يعني كناكلو فيها. غادي ناخذ لي بات اي نوع ديال لي بات، ولكن كنفضل انها تكون رقيقه وتكون صغيره باش هكا تطيب والشكل ديالها حتى هي كيكون زوين. عندي هاد النوع ديال المكرونه الحجم ديالهم اللي هو صغير، غادي نمرق بالقياس اللي غادي يطيب ليا هاد المكرونه فيه، والماء يكون مغلي من قبل باش هكا كتسرع لينا العمليه ديال الطياب ديالها، ما كتعجنش وما كتحلش، يعني ما كت... كيف كنقولوا ما كيكبرش الحجم ديالها وكتجي كبيره بزاف. هكا الماء كيكون مغلي غير كنضيفوها كتبدا طيب مباشره.
كنضيفها، وغادي نبقى مره مره نحرك فيها. كنضيفوا القياس اللي غادي تغطى لينا بالماء، وكنغطي عليها بالقفيله ديالها، وكنخليها مره مره. كنجي كندورو فيها يدينا، راكم عارفين بديك المغيرفه، حتى كطيب. صدقوني هاد الطريقه ساهله، ما تحتاجوا لا تسلقوها من قبل لا والو، كتجي لذيذه. الوريقات ديال الرند اولا ديال سيدنا موسى كيجيو فيها زوينين. بغيتو ديروا واحد المزيوده ديال الفلفله حاره، ما تنساوهاش، مره مره قلبوها. الا لقيتوها باقي ما خداتش حقها في الطياب، كتزيدوا واحد شويه مرقوب، شويه ديال الماء اللي كيكون مغلي من قبل، ما تزيدوش الماء البارد. هذا اقتراح يكون خفيف ظريف للعشاء. بغيتو تضيفوا قطع ديال الدجاج اولا كويرات ديال الكفته، كتضيفوهم كويرات ديال الكفته في اخر مرحله. بغيتو تضيفوا صدير ديال الدجاج مقطع، كتضيفوه من الاول مع هذيك البصيله فاش كتكون كتشحر. انا هنا غادي نكتفي بشويه ديال الجبن اللي غادي نرشو عليها من الفوق، وكتعاودوا ديروها فوق من يعني كتغطيو عليها اولا كتدخلوها للفران. عشاق لي بات اكيد غادي يعجبو، غادي تعجبهم هاد الوصفه هذه، كيف قلت خفيفه ظريفه وسهله، وبطبيعه الحال كتجي لذيذه وكتجي ملبيه. يكون هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما كتذوب عليها يذوب عليها عفوا الفروماج. كتجي رائعه وكتقدم وهي ساخنه، صدقوني كتجي زوينه. حاولت انني نقرب لكم هذا الاقتراح او هذه الوجبه هذه باش الاخوات اللي باقي ما جربوهاش يجربوها. وغادي نتقاسم معكم وجبه ديال العشاء او الغداء من القناه، يعني من البدايه ديال القناه ديالي. اقتراح اللي هو زوين وكيعجبني بزاف، كنديرو مره مره، نحاول انني نذكر به متتبعاتي الغاليات. اللي غادي يكون تورتيه ديال البطاطا بالخضر، زوينه بزاف، هذه كانت عندي من البدايه ديال القناه، غادي نعاود نذكركم بها. فعلا كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وحتى الوليدات اللي ما كياخذوش الخضره غادي تعطيوها للوليدات ديالكم. زوينه، حاولت انني نعاود نذكر بها متتبعاتي الغاليات. عندي هنايا في المقله واحد البصله اللي كتكون مقطعه رقيقه، سواء تكون المكوره او لا البصله يعني العاديه او لا الخضاريه. نضفت ليها الفلفله اللي يعني متنوعه، خضراء حمراء صفراء اللي توفر لكم. غادي نضيف مباشره واحد الجزره او لا جوج محكوكين بالحكاكه الغليظه بشكل طولي، وضفت واحد الكورجيت او لا القرع الاخضر او لا الكوسه اللي حتى هي محكوكه بشكل طولي. يعني هكا نعطيو الوليدات ديالنا الخضر. التورتيه كتجي زوينه زوينه بزاف، يعني ولو انها قديمه وتصوير شويه كيف كنقولوا ناقص، ولكن ماشي مشكل. اللي كتهمنا هي الوصفه، انا متاكده الا جربتوها غترحموني عليها، زوينه بزاف. ضفت ليها شويه ديال التوابل المليحه وبزيره في الاول، وغادي نضيف هنايا مع واحد المعلقه ديال الطماطم مركزه اللي حليتها في شويه ديال الماء، كنبقى نديها ونجيبها حتى كتشحر ليا هاد الخضيره هادي وكتنزل، لان التوابل غادي نديروهم خارج المقلاه هكا غيبقاو باينين في يعني فيها، وغيعطيوها واحد المذاق اللي هو زوين. عندي البطيطه اللي مقليه من قبل، واحد جوج بطاطا تقليتهم مكعبات اولا مربعات صغورين. عندي هنايا واحد الخمسه ديال الحبات ديال البيض، وعندي هنايا المرتديلا اولا لانشون. بالنسبه للمرتديلا تقاسمتها معكم شحال من مره، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال المرتديلا، صايبناها مع بعضياتنا اولا لانشون، يعني زوين بزاف. عندي الربيع خليط ما بين قزبر ومعدنوس، وعندنا التوابل اللي فيهم توم بودره، عندنا فيهم تحميره، عندنا فيهم شويه ديال الكمون وشويه ديال السودانيه، يعني كل شيء عندنا واجد. غير جربوا التورتيه بهذه الطريقه هذه، يعني كتجي لذيذه لذيذه. كيف قلت شحرنا البصله مع الكورجيت مع القرع الاخضر او لا مع الجزر، البطيطه مقليه من قبل مع شويه ديال الملحه. غادي نضيفوا ليها هنايا هاد المرتديلا. بغيتوا ديروا الطون ممكن انكم ديروا الطون. ضفت هنايا حكه ديال الزعتر اللي كتعطي مذاق خطير لهاد التورتيه هذه، كتعطيه مذاق زوين بزاف. وعندنا التوابل،
الملحه ما تنساوهاش مع شويه ديال البيض، يعني حاولت انني يعني التوابل ضفتهم هنايا مع البيض، الملحه مع التحميره مع شويه ديال الكمون مع شويه ديال السودانيه، وضفتهم مباشره. صافي غادي نخلط الكل، وغادي ناخذ واحد البيريكس او لا واحد الاناء، كيف ما يمكن لكم انكم ديروها في المقله، غير هيايا الا كدرتوها في المقله، المقله تكون كبيره باش هكا طيب كامله من التحت ومن الفوق. انا كنفضل بحال هكا، وكندخلها للفران كنقاد ليها الوجه ديالها. ديك المعلقه اللي درنا ديال المركز الطماطم كيعطيها واحد اللون محمر زوين، ها نتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي. في الاخر ممكن انكم ترشوها بالجبن، يعني بغيت نعاود نذكر المتتبعات ديالي بهذا الاقتراح هذا، كيبغيو اقتراحات للعشاء للوليدات او كيحيروا اشنو ممكن يقدموا. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم ما يكون عجبكم، هاد الافكار اللي تقاسمت معكم تكون عجبتكم. الا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات خليوا لي ان شاء الله رايكم في التعاليق، يعني فيديو يكون فيه اقتراحات ديال الغداء او العشاء او يكون بوتي متنوع او وصفه واحده، خليوا لي رايكم اخواتي في التعاليق. دخلت الفرماج، دخلت الفران حتى داب عليها الجبن او الفرماج، وهنا زينتها بشويه ديال الزيتون كحل، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي متماسكه ولذيذه، جربوها بدون تردد اخواتي اليوم قبل الغدا كيف كنقول دائما. خليت لكم الراحه ولهنا وراحه البال، وبالصحه والراحه، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد كيف كنقول دائما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله.